لله يكون يكون بالوحدة وتضامن، لله يكون يكون بالوحدة وتضامن. هذا حق سخيّر في خطأ، هذا حق سخيّر في خطأ. احنا المتقاعدين ضرينا من هذه القرارات المجحفه اللي خدتها في لوميتيال بالنسبه للادويه اللي غير مؤدى عنها، وبالنسبه اللي رمبورسومون بالنسبه لزوسبيتاليزاسيون، بالنسبه للاطباء اللي كيقروا، حطوا شي اطباء كيقروا في هذا المصير ديال المتقاعدين، مش المتقاعدين الكهربائيين كاملين سواء مزاولين ومتقاعدين. قرارات مجحفه خرجت بزاف. احنا المطلب ديالنا اليوم هو ان لاميتيول ديالنا ترجع للعهد اللي كانت فيه، طبق القانون الاساسي بحذافيره، لي رومبورسمون يكونوا في القانون ديالهم. هذا هو المطلب الوحيد ديالنا، احنا ما عندناش شي مطلب اخر. احنا وقفه احتجاجيه سلميه، مع الهدف ديالها هو ان المسؤول ديال التعاضديه يخرج يتكلم معنا، لان الباب للحوار تسد علينا من ناحيه الاداره، من ناحيه الجامعه ديال عمال الطاقه، من ناحيه النقابه بشخص الاخ المخارق الامين العام، وتسد علينا حتى من ناحيه من ناحيه الرئيس ديال مجلس الاعمال التعاضديه. ترجع التعاضديه كيف كانت، حنا كنكوتيزي وعندنا واحد القانون الاساسي، طبق هذاك القانون الاساسي هو اللي نهار اللي انخرطنا في لاميتيال، انخرطنا على هذاك القانون الاساسي، على ذاك المتطلبات اللي كاين في القانون الاساسي. دابا اليوم تجاوزت بزاف، تجاوزت واحد 60% ولا 70% الشيء اللي تضروا معاه المتقاعدين. عندي 36 عام ديال السيرفيس في الوينه سبيروفيل. دابا انا كنشكي من واحد القضيه، عندي مالادي كرونيك، كنمشي عند طبيب القلب ولا كنمشي عند انترنيس كيعطيني واحد الدواء، عندي هشاشه بزاف. ملي كيعطوني الدواء تاع الهشاشه عندي والد خصني ناخذ معاه دواء المعده كيضرني. ملي كنمشي ناخذه ما كيعطيوش ليا، كيقول لي الفارماسيان ما هو رومبورسابل، سيري شوفي مع لاميتيال. ملي كنمشي لاميتيال كيقول لي خصك تمشي عند غاسترو، واش على دواء واحد مشي عند غاسترو؟ انا ما عندي علاقه بالغاسترو، كنصدق نضطر كنشريه اشاك فوا، كنشري دواء المعده. هذا ماشي هذا الشيء ماشي معقول. وخلي الوليدات، البنت كانت عندها تحاليل عاد تحليله وحده، كنمشيو نجي عليها 1000 مره باش عطوني ندير لها تحليله. علاش؟ حيت غلطوا النهار الاول في لابوراتوار، خاصني ندير زيكسبليكاسيون من لابوراتوار، علاش غلطوا، علاش هادي، علاش هادي، وبزاف. وهذا الشيء اللي كنقول لكم انا، راه ماشي غير انا، راه بزاف لي زاجو نفس المشكل عندهم. كنتلاقاو عند الطبيب كيبقاو يعاودوا نفس المشكل، كنتلاقاو في لافارماسي نفس المشكل. ابسط الدواء، ابسط الدواء ولينا كنشريوه، الدواء ب 2000 درهم، 4000 ريال، الدواء ب 100 درهم كنشريوه من جيبنا، وحنا ديجا عندنا اقتطاعات اولدي. لا اله الا الله محمد رسول الله. محقورين محقورين محقورين، بحال ما عمرنا ما خدمنا في الوينه. حنا خرجنا لا غوتريت ما كندخلوش مع باب الوينه، راه كندخلوها لا ميتيال، باب الوينه ما كندخلوش معاه، حكي حبسنا سيكيورتي باش تهضر مع شي حد. انا كنهضر على الاداره، ما هنا راه كندخلوا، مي كندخل حتى السيكيورتي، السيكيورتي ولا عارف احسن منا حنايا. كاين اللي ما عارفش الدوسي اشنو فيه، كتعطي الورقه ما عارفش اش من دواء، خليني ندخل كيقول لك لا ما تدخليش صافي. خدمنا 31 عام ملي كان السي عبد الرزاق الله يرحمه، كان جميع المكتسبات عندنا من الدواء، من لاميتيال، من كلينيكات، من جميع ما يكون. هاد الناس جاوا متطفلين على هاد لاميتيال، قالوا لنا كاع الدوايات كاع لقعوا منا. انا كنت ناخذ 4 دوايات ديال القلب، حيدوا لي بواطه وخلوا لي غير 3. وهاد الناس يكوتيزاسيو اكثر شيء تيقطعوا لنا، ما بقاو يعطيونا لا دواء، ما بقاو يعطيونا لا طبيب، لا حتى شي حاجه، ما بقاو يتعاملوا معنا هاد الناس. ما عرفناش واش هاد الناس قارية الطب ولا غير تيسيني وصل عني. انا متقاعد في لوين 31 عام ديال السيرفيس، وعندي 7 ايام ديال المالادي ب 31 عام ديال الخدمه، ولا جابوا لي الصوريك ديالي ديال لاميتيال قلبوش حتى تسالك الدواء في العافيه.